معنا عبر السكايب من العاصمة المصرية القاهرة الزميل العزيز أحمد عفيفي، وهو إعلامي ومحلل فني مصري ومتابع أيضا لكرة القدم السعودية. حياك الله كابتن أحمد. أبو بدر بحييك وبحيي كابتن موسى طبعا، وبالمناسبة برضو لازم أحيي الشعب السعودي بالكامل وأهنيه بالعيد الوطني، وربنا إن شاء الله ينعم على المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا بالأمن والأمان والاستقرار والازدهار دائما وأبدا بإذن الله. كابتن أحمد، محورنا الآن نتحدث عن دوري الأمير محمد بن سلمان، وخاصة في السنتين الأخيرة يعني حظي باهتمام شعبي وجماهيري وإعلامي في الوطن العربي بشكل كبير جدا، في المغرب، في السودان، في الجزائر، في مصر، في الأردن، في دول الخليج، في اليمن، في لبنان، في عدد كبير، في فلسطين، في عدد كبير من العالم العربي أصبح يتابع هذه المسابقة. في رأيك أنت مراقب من القاهرة ومتابع للمشهد، لماذا حظي هذا الدوري بهذا الاهتمام وبهذه المتابعة بالرغم من وجود عدد كبير من المسابقات المحلية في عدد كبير من الدول العربية؟ الحقيقة ببدر ما فيش شك أن الدعم الحكومي الهائل اللي تمتعت به الأندية السعودية واللي ساعدها تستقطب نجوم من الصف الأول ده خلى الدوري جذاب أكتر، جذاب لكل الناس. يعني لو ضربنا مثال على سبيل المثال في مصر، في ناس هنا بتقارن بين جوميز وحمد الله، وفي ناس بتقول لا جوميز ولا حمد الله ده السومة، وفي ناس بتقول لا لازم نستنى شويه على جوميز وحمد الله الاستمراريه عشان يبقوا زي السومة. الناس بدات تتابع اكتر وبدا يبقى لها انحيازات في الانديه كمان، مش مجرد متابعه لمجرد المتابعه. ده موجود من فتره طويله، لكن اخر سنتين تحديدا زي ما انت قلت المتابعه ازدادت جدا جدا واصبحت بشكل مكثف. يعني انا متذكر كنت انا في الاستوديو التحليلي لمباراه الاتحاد والشباب في الدره، اعتقد الاتحاد فاز بالمباراه دي، وانا قلت في الاستوديو التحليلي ان نجم المباراه دي كان كريم الاحمدي. احد الاصدقاء، عمري ما كنت اعرف انه متابع الدوري السعودي، كلمني قعدنا نتناقش نص ساعه لان هو كان شايف ان عبد العزيز البيشي هو نجم المباراه مش كريم الاحمدي. وده يمكن بيعكس اهتمام الناس بشكل زائد في الفتره الاخيره للدوري السعودي لما فيه من امكانيات كبيره بتؤهل الانديه لاستقطاب نجوم كبار ومدربين كبار وهكذا. طيب هذا الدعم اللي انت شايفه واضح جدا للمشاهد العربي، هل يعني ان اصبح الدوري السعودي هو احد الخيارات للمشاهد العربي بعد المسابقات الأوروبية الرئيسية؟ يعني نادرا ما تجد دوري في الشرق الأوسط، أغلبية الشعوب العربية تنظر لمسابقاتها أنها مسابقات فقيرة ليس فيها إمكانيات عالية، قليل من النجوم العالميين يكونون فيها. الدوري السعودي ليش بان؟ خد بالك احنا النهاردة بنتكلم عن دوري سعودي هيلعب فيه السنة الجاية إن شاء الله إبر بانيجا لاعب سيفيا اللي وصل للفاينل اوروبا ليج وكان افضل لاعب في الفريق. فاحنا بنتكلم عن مسافه طبعا لسه طويله مع الدوريات الاوروبيه، لكن الدوري السعودي نقدر نقول ان سبق دوريات المنطقه في قطع المسافه دي، يعني اصبح اقرب من غيره من الدوريات نتيجه للنجوم الكبار اللي بيلعبوا في الدوري السعودي. احنا ان كنا بنتكلم عن ايبر بانيجا اللي هيلعب في الشباب، لكن كمان في لعيبه كتير جدا على مستوى عالي جدا كان في مفاوضات بينهم وبين انديه كان ممكن تتم، كان ممكن تنجح، يمكن ما تنجحش الموسم ده لكن تنجح الموسم القادم. فالدوري السعودي نقدر نقول ان هو قرب المسافه شويه. احنا كنا زي ما نقول بنتكلم عن حاجه في الشرق وحاجه في الغرب، الدوري السعودي نوعا ما في السنتين الاخيره قرب المسافه كبير بشكل كبير جدا في اتجاه الدوريات الاوروبيه.